أتحداك تحدي من أي بلد كنت إنك مش هتعرف معنى الكلمة اللي راح أحكيها في هذا الفيديو إلا إذا كنت عراقي. طبعاً أخواتي العراقيين الرجاء اللي بيعرف الجواب حطوا لي هذا السمايل الضاحك، بس لا تحكوا الجواب لنشوف في حدا من الدول الأخرى رح يعرف معناها ولا لا. الكلمة حرفياً هي نعم هاني رمزي. ماذا تعني كلمة هاني رمزي في العراق؟ لنشوف إجاباتكم وهل حدا رح يعرفها أم لا. غالباً لا.